السلام عليكم بنات، كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الطريقه باش كنضف اله ديال الغسيل مره. كيف كتعرفوا الماكينه نورمالمون خصها مره ديري ليها حتى هي واحد الغسيل ذاتي باش تحيد كاع دوك الاوساخ اللي فيها. كاينين بعض الاخوات كيتشكوا ان الحوايج ديالهم اللي كيخرجوا من الماكينه واخا كتستعملوا لهم برودوي يعني زوين ومنعم ديال الاقمشه مزيان، الريحه ديالهم جهده، كيكون فيهم الريحه ما زوينهش. هاد المشكل هذا صراحه كنت كنعاني منه انا من قبل وما كنتش عارفه السبب مناش. من بعد اكتشفت بلي ان الماكينه خصك دائما دير لها واحد التنظيف ذاتي. هاد التنظيف هذا كيساعدها على ازاله الكالكير، الرواسب، كاع الحويجات اللي كيكونوا فيها، وفي نفس الوقت كتحافظي عليها مده اطول، يعني كتحافظي عليها انها تبقى مزيانه وما تخسرش لك. بالنسبه لاول حاجه غادي ندير اخواتي، غادي نبدا بهاد الدرج هذا ديال البرودوي هذا ديال المسحوق. غادي نحيدو هاد الدرج هذا، قليل اللي تيعرف بلي راه ممكن انك تحيديه، وكيف غادي تشوفوا معايا انه كيكونوا فيه الرواسب بزاف وما كنعرفوش الطريقه باش غادي ننظفوه. وهو كاين في بلاصتو، يعني الاخوات بزاف ما كيعرفوش كيفاش يحيدو. فبالنسبه لهنايا كيف كتشوفوا معايا البنات، هنايا انا خليتها واحد المده باش يكونوا فيها يعني الرواسب بزاف، باش تشوفوا بان الماكينه الا خليتها واحد المده راه هاد الترسبات هادو ما كيبانوش لينا ملي كتكون الماكينه واقفه، كتبان لينا نقيه، ولكن راه هاد الرواسب هادو اكيد غادي ياثروا عليها. كيف كتشوفوا معايا الداخل ديال الدرج حتى هو خصو يتمسح ويتعقم ويتحيد، هادو من الاسباب اللي كيخليو الماكينه حتى هي تعطينا ريحه ما مزياناش. بالنسبه لهذه هي البلاصه الاولى اللي خصنا ننتبهوا ليها، غادي ننظفها ان شاء الله وغادي نرجعوا نكملوا الفيديو. بالنسبه لشنو باش غادي ننظفها، غنستعمل غير واحد المنديل، من الاحسن تستعملوا هادو ديال الميكروفيبر، كيكونوا زوينين في التنظيف ورطبين، وفي نفس الوقت ما كيخلوش لينا دوك الخيوط ملي كنبغيو نضفو شي حاجه. درت فيه هنا شي شويه ديال الماء، غادي نزيد عليه غير شويه ديال الخل بهذه الطريقه هذه، وغادي نمسح كاع هاد البلايص هادو اللي ما تنوصلوش ليهم يعني بسهوله بهذه الطريقه هذه. بعد ما نظفنا دابا البنات هاد البلاصه هادي كيف كتشوفوا، ها هي نقيتها مزيان. دابا غندوزو للبلاصه الثانيه اللي حتى هي ضروري انكم تردوا ليها دائما البال وتنقيوها مره حيت كتساهم بشكل كبير في الرائحه اللي تتعطي الماكينه، كتكون غالبا من هاد البلاصه هادي اللي كتكون هنايا ديال هاد الشلده هادي. ومع المده الا ما كانش تنظيف كتولي دائما هاد البلاصه هادي كتعطينا الريحه. دابا غادي نظفوها ان شاء الله حتى هي. هاد البلاصه اخواتي هانتوما كيف كتشوفوا الرواسب، اي حاجه كانت في الحوايج كتبقى فيها، هانتوما كيف كتشوفوا ضروري ما حتى هي دائما نظفوها مره لانها كتساهم بشكل كبير كيف قلت لكم على ديك الرائحه اللي تتكون في الماكينه. وكاينه واحد البلاصه حتى هي ما كيردوش ليها الاخوات بزاف البال، اغلبيه كينظفوا هاد البلاصه هذه اللي كتكون باينه وتيخليو هنايا. هانتوما غادي تشوفوا معايا هنايا، هنا كذلك خصو يتنقى لان كيترسبوا فيه حتى هو مجموعه ديال الاوساخ. هانتوما كيف كتشوفوا الغبره والحجار واي حاجه كانت في الحوايج كتبقى هنايا، هاد البلاصه اللي كتدخل ليها الماء حتى هي يعني كتعمر بزاف. دابا ان شاء الله غادي نضفها حتى هي، ممكن تستعملوا اي منظف بغيتو او الماء والخل حسب الاختيار ديالكم. ممكن ديروا حتى جافيل، حتى هو غادي يساعد بشكل كبير في ازاله هاد البقع هادو.
المكان الثالث اخواتي هو هنايا. هاد البلاصه هذه هي الخاصه بالاشياء يعني اللي كتكون في الملابس، بحال نسينا شي حاجه في الجياب ديال السروال ولا الفلوس ولا اي حاجه، اي حاجه المهم ما كتقبلهاش الماكينه كتلوحها في هاد البلاصه هذه. هاد البلاصه ضروري ما مرات هي نتفقدوها ونشوفوا شنو فيها. هاد الشيء كيعاون بزاف على اننا كنحافظوا على الماكينه. هذه حتى هي خاصها تفتح، نحاولوا حتى هي نحلوها ونضفوها حتى هي الى قدرنا، نديروا ليها شي حاجه يعني من التحت باش هذاك الماء اللي غادي تخوي يبقى فين يمشي. هاد البلاصه هاد حتى هي هانتوما كتلقاو فيها الشعر من اي حاجه ما كتقبلهاش لا ماشين كتلوح علينا في هاد البلاصه هادي. وبالنسبه اخواتي الاخير حاجه غادي نديرو هي غادي نديرو الخل في لا ماشين وغادي نخدموها باش نديرو لها واحد الغسله ذاتيه من الداخل تحيد كاع داك الكركير ودوك الرواسب اللي كاينين. فغادي نخدموها على شي بروغرام اللي يكون ناقص يعني قليل بزاف. انا ندير هنا غير ربع ساعه وغادي ندير الماء سخون. هاد الخل هذا غادي يحيد لكم الكركير كامل اللي كاين في الماكينه. غادي نحاول نديرو تقريبا قياس جوج كيسات وغنديرو معلقه ديال بيكربونات الصودا. هنا البنات انا جبت التيو ديال لاماشين ها هو وغادي نحطو في هاد البانيو هذا باش تشوفو في الاخير دوك الرواسب اللي كيكونوا في الماكينه وهذاك الوسخ كامل اللي غادي تخرج. غادي تشوفوا معايا هنا انا صفيت هذاك الماء اللي في البانيو، خليت لكم غير الكالكير باش تشوفوا هانتوما الطريفات ديال الكالكير. بالنسبه للبنات اللي غادي يقوموا بهذه العمليه هذه، فاللي اللي دارت يعني هذا الغسيل الذاتي لا ماشين ديالها وما خرج ليها والو، هذا تيعني بانها البرودوي اللي تستعمل ديال لا ماشين مزيان والماكينه ديالها ما فيهاش الكالكير او يقدر يخرج ليها واحد الكميه قليله. بالنسبه لي انا مده هذه وانا يعني مخليه لا ماشين باش ندير هذه التجربه هذه قدامكم انتم كتشوفوا معايا، واخا هكاك ما خرجش ليا بزاف وحتى البرودوي اللي كنستعمل مزيان يعني كيحاول انه ما يخليش دوك الترسبات في الماكينه. كنتمنى ان شاء الله الاخوات انكم تستافدوا معايا في هذا الفيديو. كنشكركم على حسن المتابعه ونتمنى نكون فدتكم بهذه المعلومات اخواتي. كنشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.